حادثة أشبه بالخيال والقصص السينمائية وقعت بولاية الجلفة الجزائرية. هذا الشاب عثر عليه في حالة مأساوية داخل حظيرة بمنزل جاره بعد 30 عاماً على اختفائه. وفي تفاصيل القضية التي هزت الشارع الجزائري، الشاب ويدعى بن عمران عمر اختفى منذ عام 1996 وكان يبلغ من العمر حينها 16 عاماً. تضاربت حينها الروايات عن سبب اختفائه. مقربون من الشاب قالوا إن والدته التي توفيت حسرة وحزنا عليه كانت قد لاحظت قبل وفاتها أن كلب ابنها ظل مدة شهرين أمام بيت الجار المتهم، وأن الخاطف تفطن إلى الكلب وخاف من افتضاح أمره فدس له السم ليتم العثور على الكلب ميتاً في وقت لاحق. والدة تاعو كانت كما يقول لك الكلب تاعها حاس بلي مازال حي، وكانت تقول لهم يا ودي هو مسكين كان مربي حاشاكم كلب، وكلب هذاك كان عاد السيد يروح ليه انه يستنى في موراه اللي كان مربيه، يستنى في هذاك الكلب، والكلب استنى استنى استنى، وبعدها يقولوا باللي قتلوا هذا السيد. التحقيق في هذه القصة الغريبة بدأ مجدداً عندما راجت أخبار عن أن عمر محتجز بالقرب من منزل عائلته في قرية القديد بالجلفة التي تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. العائلة بدأت بربط الخيوط التي تعود إلى سنوات مضت، ومنها رواية الكلب الذي كان يرافق الضحية باستمرار وظل ملتصقاً آنذاك في منزل الجار. وبالفعل تحركت السلطات الجزائرية على الفور إلى المنزل المشتبه به، وعثرت على الشخص المفقود البالغ من العمر اليوم 45 عاماً، ظهر بلحية كثيفة ومذهولة بينما لم ينطق أي كلمة، ما أثار تساؤلات حول صحته العقلية. وقالوا وليش ما بلغتش ولا نهرتش ولا ما هربتش، ما باش يهضر، كان ساكت ما باش يهضر. سبب ما عرفناش، يقولوا يا ودي سحر، اخرين يقولوا شعوذة، اخرين يقولوا وش يقولوا، والحفي فرح ان شاء الله ثاني دي دبان وربي راه بين الحق. السلطات الجزائرية أوقفت مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة، وكان يعمل موظفا ويعيش بمفرده، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة دوافع فعلته وكيف استطاع احتجاز الشاب طيلة تلك الفترة دون أن يتمكن من الهرب.